السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيت للدرس كما العاده، واليوم كيصادف التخرج ديال بعض الاشخاص، فدخلت لكم ديريكت في الموضوع باش ما نطولش عليكم في الاوفيس اللي انا كنقرا فيه. والصراحه قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذه اللحظه هذه باش تشوفوا نقربكم من المدرسه اللي انا كنقرا فيها بزاف، وتشوفوا الاجواء كيفاش دايره. ودابا شويه غادي نخلي الكلمه لمديره الاوفيس وتشرح لكم وتفيدكم المعلومات. وهذا الفيديو خصيصي بالنسبه للناس اللي باغين يقراو اللغه ديال الانجليش، كنصحكم بها بزاف بزاف بزاف. وكنعتذر من الناس اللي ما كيفهموش، غادي نحاول ما امكن انني نتكلم باللغه يعني الطريقه اللي تفهموني فيها. المهم نبداو في الفيديو. اوكي عبد النجيب Mama. كما كتشوفوا الحفله كانت عباره على هذا البوفيه، هذا اللي فيه الكيك، هذا كلشي مصاوب باليد، هذا الكيك، الكيك هذا الشاي ايتيك صومالي، تبارك الله. Mama. Okay. You wanna start? Line up and eat. Okay. تفضلوا. زيد فضلك. السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي كيسولوني على المدرسة اللي أنا كنقرا فيها، فقررت اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم المديرة ديال الأوفيس شخصيا وتعرفوا منها أصح المعلومات، ونخليكم معها باش ما نطولش عليكم. السلام عليكم، مساء الخير عليكم. أنا مديرة مدرسة أدفانس تكنولوجي. أدفانس تكنولوجي إديوكيشن متواجدة في 6161 بوش بولفارد سويت 100. في هذه المدرسه حنايا نكونوا طلبه في مجال تقنيه المعلومات، في مجال الاي تي. واش حبيتيني نقول السيده؟ اعطيني اسئله على اللغه. دوك نحكيكم على حكايه اللغه. حنايا كيما كيبدينا التكوين نكونوا طلبه يجوا لمده شهرين 3 شهور يتحصلوا على شهادة كومتية A+. بعض الطلبة جاءوا عندهم difficulties في اللغة الإنجليزية، فاحنا نحاولوا أننا we take off the barriers، يعني نحو قاع المشاكل باش الطلبة ينجحوا وتحصلوا على شغل مليح في ميدان التكنولوجيا، في ميدان الاي تي. فهذو الطلبة كانوا خاصين شوية إنجليزية، فجاتنا الفكره اننا نبداو نقروا اللغه الانجليزيه باش هكا كيبداو الاي تي يكونوا واجدين.
فتكلمنا كما كنبداو اي بروغرام نديرو اجتماع ونتكلموا على كاع المشاكل. فاحنايا بما اننا قرينا في كولومبوس ستيت لمده 11 سنه انا وزوجي قرينا في كولومبوس ستيت لمده 11 سنه فاخذنا نفس البروغرام لكن عملناه كوستمايز للكوميونيتي تاعنا، لذلك كاين اقبال كبير للاي اس ال. وكذلك الاي اس ال كذلك كاين دوره تاع 10 اسابيع، الاي اس ال عنده دوره تاع 10 اسابيع والاي تي عنده دوره تاع 10 اسابيع. الطلبه لما يجوا للمعهد تاعنا نحطوهم في بليسمنت تيست، يا اما بليسمنت تيست في الانجليزيه اذا حابين يقووا اللغه تاعهم، واذا حبوا يديروا اي تي يديروا بليسمنت تيست في الاي تي يعني في الكمبيوتر، ما يديروش بليسمنت تيست في اللغه. اذا كان قادرين يكومونيكيو يعني قادرين يديروا كوميونيكيشن يعني وبيسك بيسك كوميونيكيشن يقدروا يتعلموا ويتحصلوا على شهاده في الاي تي. وبالنسبة شنو غير اللغة الإنجليزية من غير اللغة الإنجليزية عندنا basic computer skills، عندنا كذلك industrial certification في ال PLC وفي electrical وفي ال IT عندنا ال A plus، عندنا network plus، عندنا security plus. عندنا دوكا دخلنا موضوع جديد يعني certification جديدة في ال fundamental، يعني كاين ناس عندهم البيسك تاع الكمبيوتر بصح ما يقدروش يدخلوا الاي بلاس، يعني لازم يكون حاجه في الوسط. فدرنا لهم فاندامنتال وهذه ان شاء الله راح تبدا في السنه الجديده. الدوره الجديده تاع الاي اس ال الانجليش والدوره الجديده كذلك تاع الكمبيوتر في زوج راح يبداو اكتوبر 4. عندنا الصبح وعندنا المساء. وكما راكم تشوفوا الان حبيبتي صديقتي وتلميذه هنايا طالبه هنايا نجيب البنت تاعها عادي عادي جدا جدا، احنا نحبوا الاطفال وانا كذلك ام يعني وجربت هذا الشيء، جربت انني يكونوا عندي اطفال ونحب نقرا، يعني هذا ماشي عائق ماشي عائق. وتشوفوا ما يتقلقناش عادي بالعكس، يعني حتى هي راح تحصل على شهاده ان شاء الله. لما جات بنت هذه بك بين قوسين فقط، لما جات بنت خوله ما كنتش نفهم واش تهدر نهائيا نهائيا نهائيا، يعني قلنا واش هذه اللغه، هذه المانيه انجليزيه هي يعني مزيج، ولكن الان وليت نفهمها، يعني انا كذلك يعطوني شهاده تعلم لغه صح. والله كنبغي نشكرهم بزاف انهم عطاوني هذه الفرصه هذه انني نقدر نجيب معايا بنتي، لان فعلا لو ما وافقوا عليا انني نجيبها معاك واش غادي كاع نختار الخطوه انني نقرا اللغه، لانني انا يعني ما كنعرفش نهضر بالانجليزيه الصراحه. والحمد لله من النهار اللي بديت لحد الان تطور كثير قوي وليت نفهم بزاف ديال الحوايج وليت نعرف كي ندير نسمع. فبالنسبه اللي شاف هذا الفيديو هذا وشي حد يعني عنده عاجز يعني عدم اللغه مسببات لواحد المشكل، يعني كنصحو بزاف انه يختار الخطوه هذه ويتجرأ لان فعلا كتنفع. وكما كتشوفوا ما كاينش غير اللغه، فان شاء الله نخلص اللغه وغادي ان شاء الله اي مجال عندهم غادي نديرو، وغادي اكيد غادي تكونوا معنا خطوه بخطوه. وقلت انا الا ما عرفتش نفسر لكم فهي الاستاذه حاسبه باكور معايا شخصيا هي اللي غادي تعرف، وفعلا تبارك الله عليها يعني قالت لي ما قدرتش انا نقوله اكيد. حبيت باك نزيد ملاحظه، اللي ما يعرفش حاسبه ماكور ممكن تروحوا يعني اونلاين وتحوسوا على سيرتي الذاتيه وسيره زوجي وسيره السيد علي شريف، فكلنا يعني وي ار بروفيشنال ونحبوا العمل تاعنا وان شاء الله بالتوفيق للجميع. اذا كان اسئله ولا تفضلوا يسالوها ان شاء الله اهلا وسهلا فيكم. كل شيء غادي نخلي لكم في الصندوق الوصف، وكان هذا هو اخر الفيديو ديالنا وكنتمنى انكم تستافدوا منه ويعجبكم بزاف وشكرا لكم بزاف.